اوكي المره شباب المره لازم اسويها. الله ليتس جو بالله شو ما كانت علواء كمان. السلام عليكم شباب، معكم زايد في لعبة ريران. طبعا شباب هذه اللعبة يعني تشبه لعبة كارلسون اللي سواها هذاك الشخص اللي اسمه داني، فأنا والله شباب ما شاء الله عليه هذا يسوي ألعاب حلوة صراحة. You make some good games داني. عموما شباب خلونا نوصل هذا الفيديو إلى 10,000 لايك ويلا نبدأ. أوكي شباب اللي شفته في هذه اللعبة إنه كذا مدري كيف يعني حلوة صراحة، فيها كذا باركور وحركات الحين بتشوفونها شباب. الحين بدينا. أوكي يقول لك لا تلمس الأحمر ولا تلمس الأرض. أوكي والله شباب مدري إيش اللي باخذه ولكن واو ها أخذ لا معقوله كذا ديم حلوه الحركه والله. اوكي الحين شاب هذا اللي يضرب وهذا شو بلوك واف عشان ارمي السلاح. وش الو ما عاد رجعني كذا. اوكي ولكن شاب اخذنا دبل جمب واخذنا هذا وايش كنترول يسوي سلايد. اوكي يلا شاب 1 2 3 يلا ليتس جو. اوه شاب كنا تابز. ديم ديم يا الدم. What the hell is this داني؟ المهم هولد. اوكي يلا شو بلوك كذا. اوكي اضغط اي عشان اوه عشان يرسبن كذا او مو يرسبن يرفع هذا اند ابلع. اي وات ليفل كومبليت نكست ليفل. عطنا اللي بعده يا مدير. اوكي شفت اتوقع لازم اخذ السيف. ايوه خذ السيف يا مدير وريوايند و اوه اجين 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 بوم. والله شوف ما ادري صديتها ولا اصلا ما جت علي ولا ما ادري جواب. اني ويز مدير وين الذا؟ يا حبيبي كيف اوصل الحين؟ مدير! ليكون ارمي السلاح ولا؟ ولا تضغط كذا؟ بعدين تشيله. الله ذات واز ا جود وان داني. ابلع انت بالمتخيش او متخيش الكلمة هذه. عموما شباب اخذنا دبل جمب والحين نروح كذا و نقول جي جي. الليفل اللي بعده. والله شباب لعبة حلوة صراحة يا اخي. هذا داني صراحة ما ادري كيف يشوف الالعاب. يعني افكار كذا حلوه يا شباب مره. وحتى انا شباب لقيت هذه اللعبه في الموقع ها. يعني عاده الشخص الطبيعي راح يروح لل شو اسمه للقناه ويحملها من هناك، اما انا لا شفتها في الموقع. فوالله شيء يعني عجيب. عموما يا شباب الحين قاعدين نقتل هذول الورعان اللي من لعبه تابز. الحمد لله شباب ان مطورين تابز يعني مو بنتندو ولا كانوا اخذوا كوبي رايت على طول. اوكي شباب لاحظت اني الوه مدير والله صرت مره سريع شباب ايش اسوي؟ اوكي شباب انا ما جربت ارمي السلاح ف الله لا لا عجبتني الحركه صراحه. اوه طيرت يا عمي. بلاد نعم بلاد شيد. اوكي شباب شو الحين وين اروح يا شباب؟ والله ما ادري. هناك في ابيلتي. هذاك طاح يا عمي ما كنت اعرف. اوكي عطنا هذا الابيلتي دبل جمب والان روح هنا واو الحمد لله حسبت اني راح ما راح اجيبه. عموما شباب ابلع هير وي جو. اوكي هذا السيف يا شباب واو اوكي يلا الحين لازم نرمي ارمي السكين او مو السكين اي وات ليكون طلق على السيف. او ماي جاد هذا والله مسوي نفسه قوي. اقول ابلع بس ديد. عطني الدبل جمب يا مدير والحين خلني اخذ هذا السلاح اللي كان عندي. اي وين راح؟ شباب شوفوا الحليب اللي من لعبه كارلسون. مدير وين راح السيف؟ جي جي اختفى السيف شباب. مين يحتاج سيف يا حبيبي عندنا بكوس. اوكي شباب السؤال هنا كيف الحين اروح فوق؟ اي وات كيف تسوي؟ لا 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 هذا عنده شو اسمه؟ خليني شوف اخذ السيف اللي هناك. ما المس الاحمر. شي نسيت. اوكي يلا الحين ما راح المس الاحمر. اند ذير وي جو. جيب السكينه هذه والحين ابلع وشيل السكين و اي وات ما مات الحيوان. او شيت بلعته. اوه هذا شاب خصم يعني قوي فاللي راح اسويه شاب يعني راح يصدم الكل. اوكي اتزحلق كذا وفر الشكينه وشيل يا مدير يا الله جيدي شاب يا اخي والله كانت علوه يا شباب الو علقت الحين واو. اوكي المره شباب المره ها لازم اسويها. الله ليتس جو بالله شو ما كانت علواء كمان. يلا عطني نكتب الحبيبي وتبلع حبيبي. شوف عمي شو تحركه ولا حد يقدر يسويها في لعبه كارلسون. Not even Danny can do this. فا ابلع انت وجيب السكينه وبوم. الله يا اخي اقسم بالله شباب لازم اكون نينجا حرفيا. انا شاب لازم اكون نينجا خلاص. راح اشتغل في وظيفه اسمها نينجا لانه يعني شفتوا ايش اللي صار قبل شوي شباب. شيء يعني ما حد سواه زي ما قلت لكم. وهذول مسوي نفسهم اقوياء وانا حبيبي. اي وات شو صار؟ والله شاب يعني الحظ وما يفعل يا شاب. يعني اول ما قلت كذا على طول انجلت. جي جي اوكي شاب هنا في فخ اوه
مين يقتلوني هذولا بس؟ يا عم انقلع وبس انقلع انت. يلا شي يا براذر، عطني الدبل جمب يا مدير. والان جي والله شباب لعبه رهيبه صراحه، لعبه جدا رهيبه يعني، فيها فكره كذا يعني اول مره اشوف الفكره هذه صراحه، انك تاخذ السلاح وبعدين ريوايند ومدري كيف. عامين فنانه والله. This game is really good يا داني، انا اقول لك اياها. ابلع انت الله يا مدير. وين الشيف يا اخوي؟ الشيف طاح يا اخوي، هات السبي يصطب. بحاول اطيحه شباب، بحاول اطيحه. لا انا اللي طعت جيجي. اوكي يلا شباب خلونا نكمل في هذا المكان. او شفت مره في مكانين ها؟ آه اكيد هنا. اوه والله كنت متعس شباب. اوكي لا 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 ترمي علي المخيس. ابلع، عطني الدبل جمب وجي جي ليتس جو. اوكي شباب خلاص اخر ليفل وننهي. ها اي وات، كنا بوس فايت شاب عملاق هذا. وات ذا هيل ايش صار؟ جلدني والله. او ماي جاد يا حبيبي. يلا سي يا براذر. واو شو السالفه؟ اوكي شباب هذه حركه يعني البهلوان الخارق اسميها. اوكي ممكن بعد يقول ايش ايش الجلتش هذا؟ لا هذا مو جلتش شباب، هذه حركه حركه. ايش فيكم انتم يا اقول ابلع انت. جيب بس لا لا يطيح السيف. ايوه وابلع، جيب السيف يا مدير وانت اخر واحد. ابلع لا 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 السيف 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 السيف. جي جي ليتس جو. اوكي شباب لاحظوا ان باقينا بس اربع ليفلات، وليش ما نخلصهم بالكامل يا شباب بما اننا خلاص قريبين يعني. اوكي خلينا اول شيء نجيب السيف. نعم اوه شفتوا كيف هذا اللي خفق يا شباب؟ ونبلع هذا المخيش هذا ونفر السكين عليه وناخذ السكينه. واو ناريكم كلوس يا التراب. والحين يا شباب نبلع الخشب. نعم او ماي جاد هالمره في اثنين. ولب راح استعمل حركاتي المميزه. شيل هذا حبيبي وكذا وكذا. الله يا اخي والله فنان. كمان شباب يا حبيبي وش السالفه؟ اول ما شباب امشي جلدت يا شباب. ها ريوايند تايم. نعم اوكي الحين وين اروح يا شباب؟ الو ها اتوقع هنا ان هنا يعني مكان مفتوح. اوكي اخاف والله شباب يصير شيء. اند او ماي جاد مره اثنين. اوه مره في ارشر بس. ابلع اوه جيب السكين وابلع وجيب السكين وطحنا تطعيم نهائي نهائي. والله شباب تخيلوا موت، والله شباب ما ببغوت. بوم جي جي نكست ليفل. يلا اوه توقعت انك تقدر تقتلني يا سام. ابلع وانت بعد لا جي جي. اوكي المره ايوه لا يا اخي السكين حقي يا ليل الليل. اوكي خذ هذا حبيبي دبل جمب و الله ليتس جو. ايوه بلع هذا مخيس وبلع هذا. فر السكين وفر مره ثانيه ومره ثالثه. والان ديمي الهيدشوت يا عمي. يلا سيا. اوكي شو الحين وين اروح؟ انط كذا يعني وليش؟ احس ما راح اجيبه، احس انه في باب انفتح. لا حبيبي لازم تثق بنفسك لان هذه اللعبه عبارة عن ثقة بالنفس. ها كان عندي دبل جمب وانا ما ادري. واو اوكي يلا شاب. والله شاب جي جي كان عندي دبل جمب وانا ما اعرف. واو اوكي اتوقع هذا اخر ليفل شاب، فخلوني الحين خلاص نخلي السكيلز حقنا في يعني الماكسيموم يا شباب. عرفتوا كيف؟ من ترمية السيوف الى يعني الى الطعن الى التسلق الى التطيح الى تفادي الاضطرابات الى المدري وشو. اوكي جيب هذا الزر. ايوه والسالفه واو في بعد هذا بوش. لا يا هذا شباب والله قوي شباب بس انه اوه ماي جاد حلو. اوكي يلا دبل جمب يا شباب حلو. يلا خلاص اتوقع قربنا. كيف اوصل لهذا؟ وات انط يعني كذا؟ اوكي والله ديم نفع. اوكي يلا شي اوكي وات جي جي وات في بعد واحد ثاني. اوكي شباب هذا خلاص اخر ليفل فيلا نلعبها يا شباب ليتس جو. اوكي نبلع هذا يا شباب كالعاده. والان لا يا ليل الليل كل شوي كذا يصير شباب. لكن اي نو بروبلم المصر. خلوا شباب ما امدح نفسي اوكي، لان دائما يوم امدح نفسي انجلد شباب. اوكي اوكي لا 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 تمدح نفسك حتى ها. اوه شيت شاب في المصاعب هنا يا شباب. نعم المصاعب هنا. المصاعب يا شباب. حبيبي لا تقول المصاعب ولا شيء. ابلع بس ابلع. وانا بعد ايش قول؟ قال لا تمدح نفسك. اقول امدح نفسك يا حبيبي لين. والله شاب ما توقعت انه كذا يصير. خلاص لا تمدح نفسك يا او ماي جاد.
ما بمدح نفسي خالص، انا شاب انا زبال، انا اسوأ نينجا في التاريخ، وانا ما اعرف العب هذه اللعبه، وهذه اللعبه مره صعبه وما يعني مبلي شاب، هذه الالعاب مبلي صراحه يعني معلش، هذه الالعاب المحترفين يعني انا مو محترف شاب، انا كاجوال يعني عرفت كيف؟ اوكي الحمد لله شاب المره خلاص ما مدحت نفسي، فخلوني شاب يا عمي اقول لا امدح نفسي ولا شيء خلاص المره زودناها شاب معلش، المره خلاص فزنا ايوه. There we go خلصنا لعبة ريران كانت لعبة حلوة صراحة ومرة ثانية لها مستقبل بس انها مشكلة الشاب كذا يسوي لعبة على السريع مع فكرة كذا على السريع وخلاص ما يكملها عرفتوا كيف داني that was a really good game I seriously enjoyed it and I seriously don't know how you make these ideas I have never seen them in video games so keep on doing what you do عموما الشاب هنا وصل الفيديو اتمنى عجبكم لا تنسون اللايك وسبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات لوصلكم الجديد كمان زايد وسي